عفان سليم المقداد وهذه هويته. بين أعزاز الحلبية وأعزاز الدمشقية لبناني جديد أضيف إلى قائمة المخطوفين 11 في سوريا. حسان سليم المقداد غادر لبنان موظفا في أحد المصارف بعد أن اتهم باختلاس أموال، ليطل بعد عام ونصف على إقامته في سوريا عبر شريط فيديو زاعما أنه عنصر في حزب الله. ب 3/8/2012 دخلتوا لسوريا؟ دخلنا لسوريا. ليش دخلتوا يا حسان؟ اجتمع فينا السيد حسن نصر الله وبلغنا انه لازم نجي على سوريا لمساندة النظام الشيعي السوري. نعم. والجيش الشيعي السوري. نعم. وبلغنا انه في عصابات مسلحة سنية بما تسمى بالجيش الحر، يعني الجيش الحر، انه هودي عصابات مسلحه سنيه فلازم نفوت ونساند النظام السوري. شو كان اختصاصك يا حسان؟ قناص. شريط شاهده اهل المخطوف فشهدوا ضده. ابني كان موظف بالبنك المصرف، صار معه حادث مالي، اضطر انه يغادر الاراضي اللبنانيه لينهي وضعه بلبنان، وهو له راح على سوريا، له بسوريا سنه ونص او سنه وخمسة اشهر قبل الاحداث اللي صارت بسوريا، عم بيتهموه باشياء ومعه اقامه وموثقه. هذا انسان مظلوم بريء، كل اللي نقال انه قناص وانه بيحمل خيي بيعرفش يقوص بمسدس بمحبه برود الصيد ما بيعرف. ما قالوا عليها أبداً بحزب الله، صاروا أكثر من سنة ونسوة بسوريا وما قالوا خصة أبداً قبل الأحداث، وهو ما خصوا بشي. كان في عليه شيكات بلا رصيد بالسوق، وصار في عدة دعاوى وشكاوى بحقه، فصدرت عدة مذكرات توقيف. نحن بهالحالة هيدي قلنا له يا حسن أنه يتوارى شوي عن الأنظار لحين نعمل تسوية مالية وقانونية بكل هالملفات هيدي، وشغلنا على هذا الموضوع. وكانت آخر تسوية عملناها ب 8/8/2012، حيث أخذنا قرار من قاضي المفرد الجزائي بعبدة بسرداد آخر مذكرة توقيف صادرة بحق حسن. وبلغة الخاطفين ردت عشيرة المقداد قائلة: نحن قوم لا نسكت على ضيم. نحن نتمنى خلال 24 ساعة يكون في رد، إذا ما كان في رد ما حيكون في حدا راضي أبدا. فقلنا رد حيكون كتير 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 أكتر من الناس بتتصور. بلغ الخاطفين إذا ما بردوا خلال 24 ساعة حيشوفوا شيء بلبنان ما شوفوه. كل مواطن سوري موجود بلبنان هو بريء، ولكن هو هدف. أنا أنصح بعد 24 ساعة بخروجه من لبنان، والعشائر ناطرة معنا بيت جعفر، وبيعرفوا بيت جعفر شو عملوا، وبيت دندش، وبيت زعيتر ولاد عمنا، وبيت شمس، وبيت الحش حسن، كلهم حاضرين. نحن خلال 24 ساعة إذا ما أخذنا رد خينا موجود هونيك، مبروك عليهم، بس نحن ما حنكتفي بس بخينا. مستند تسوية وضع حسان المالي لم يعد يشكل جواز عودته إلى بلده، فحسان الهارب من العدالة في لبنان بات يطالب بالعدالة في سوريا.